والله انها الساعه المباركه يا ابو نايف، انت وابو شامخ وليهنون الجميع. ابو نايف ترى انا من محبينك ومتابعينك قبل حتى لا اصير مشهور سناب. الله يسلمك ويعافيك، مع انك نوب تقسى علينا يا العتبان شوي، لكن الله يسعدك ما عليك زود. تسلم واخوي كايت اليوم، الله يسلمك ويعافيك. انتم وافيين ترانا شعار محاورة من جمعيه. الله يسعدك والله، نقول ونتابعكم. تسلم، تقول لي مثلك وسواك. الله يهون اخواني الحاضرين، ما عليك زود، لانكم علومكم طيبه هم الروس طيبين. ما عليك زود، تسمح لنا ندردش معك شوي. ابو نايف، متى كانت البدايه في ميادين المحاوره؟ كانت طال عمرك في عام 1414. ما شاء الله، 1414 ميلادي، توي ولدت انا. يعني انت تكبر عمري انا. لا لا بالعكس. كم كان عمرك وقتها يا ابو نايف؟ هذا اللي ما نبيه. تقريبا حول الرقم. طيب ابو نايف، ليش سموك بتركي الفين؟ هذه طال عمرك كان ليلة دخول عام 2000، بكره بدخل اول يوم في عام 2000. كان اول الناس متخوفين، يقول الكمبيوتر ما ادري بيصير فيه والكهرباء ما ادري بيصير فيه. جبت موال الوقفة حقت العام عام 2000 والله يحييك، وما كنت معروف في الغربية، هي كانت الحفلة في جدة وأنا من هنيس. فأكثر الناس ما كانوا، كان الحضور جميل وفيه جمهور، وفيه كانت الحفلة فيها جمهور وفيها حضور جيد، وماني معروف، تعرف ماني من الغربية. جبت الموال. من كان الشعار وقتها؟ كان مجموعة من شعراء سليم ومن شعراء تيبهم، فكانوا يسألون من هو ذا؟ قالوا اسمه تركي. من أيه؟ قالوا هذا تركي البيت. هذا جانا مع عام البيت. أبو نايف شاعر عاصر أجيال كثيرة في شعر المحاورة، من عمالقة الشعر اللي نصهم توفى الله يرحمه واللي نصهم ما زال على قيد الحياة الله يطول بعمره. أصعب شاعر واجهه أبو نايف في المرحلة ذيك الأيام، مرحلة البداية، كان كل شيء صعب قدام. أنا شاب جاي تدفعني الهواية، محب لهالمجال، فما كان هناك شيء سهل أمامي، لا الشعراء المعروفين في ذاك الوقت ولا اللي أقل منهم، فما كان فيه شيء أشوفه سهل. يعني أبو نايف ما تبي تسميه؟ لا مو هو سلبة إني ما أبي أسميه، لكن لو بذكر لي 30 اسم 40 اسم، وأخاف إني أذكر اسم ويسقط اسم. طيب يا أبو نايف، بس ما نبي إجابات دبلوماسية. أصعب بيت قيل لأبو نايف في ميدان المحاورة؟ ما هو بيت يا راسي، بيوت. أنا المرحلة اللي دخلت فيها أو اشتهرت فيها في ساحة المحاورة كان في فطاحلة عمالقة وش تذكر؟ مواجهاتي معهم كلها شرسة معي، لكن من البيوت اللي يعني أنا بيت المستر سعيم طبعا البادية، الله يرحمه، الله يرحمه، سكن الجنة أبو تركي. أنا أقول على أنكم يوم طير ويا عتيبة جميع أبذبح العود ووديه للمقبرة، الله ثم يقابل بوجه مثل وجه الشجيع، ولا يروح ويأخذ مطرق في ظهره أبو يا. قال أنا إلى الشقاء وانتهى حوار الربيع، ما أدري مربيك راس العود ولا المقام. الله يرحمه، الله يرحمه. ترك الميزاني في مسيرته في ميدان المحاورة امتنع من اللعب مع بعض الشعراء، كذلك بعض الشعراء امتنع من اللعب مع ترك الميزاني، وش السبب؟ شوف، ساحة المحاورة مثلها مثل غيرها، حتى أنتم مشايخ السناب ما أنتم كلكم على قلب واحد. صحيح، الاختلافات تصيب يعني بين الأخوة، ما بالك في, 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 في مجال واسع. الامتناع أحيانا يكون من أسباب خاصة، وأحيانا يكون من أحداث في ساحة المحاورة، لكن اللي بقولها أنا أن الساحة مجالها واسع، التركي وغير تركي، صح، يعني ما هي بوقفتنا على تركي وعلى اسم، والقمة تتسع للجميع، أو اسمين أو صح، إذا ما لعبوا مع بعض. حنا في وقتنا الآن الحمد لله ساحة المحاورة صار فيها المجال لكل مبدع.
أبو نايف قل توهج شعر المحاورة شوي. الشعراء في فترة سابقة كانوا يتقاضون مبالغ كبيرة جدا بس في إحياء حفلة واحدة، يعني بعضهم يوصل إلى 30-40 ألف. الفترة الأخيرة تغيرت الأمور، وش السبب؟ خرفتوا عليهم أخذتوا الدراهم وتركتونا. الله يسعدك يا أبو نايف. شوف شعر المحاورة من لو تراجع السنين اللي مضت من 40 سنة 50 سنة 60 سنة هو مثل العقار، يقول لك يمرض ولا يموت ولا يموت، وهذه تراها تصير حتى في 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 المهن الأخرى. يعني أحيانا الشغل يركض شوي. والله أنك صادق. أي والله، وأنتم بعد معنا بنفس المجال. أبو نايف، شعراء المحاورة وساحة المحاورة إلى أين؟ إلى القمة إن شاء الله. تستاهلون. ساحة المحاورة، الشعر موروث قبل لا يكون مهنة، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في في مجتمعنا وفي الخليج العربي. صح. وأنا من نظرتي أن الساحة الآن متجهة اتجاه صحيح. ما شاء الله. والحمد لله الحين الشعر القلطة صار له دعم ومن ولاة أمرنا ومن معالي المستشار تركي على الشيخ الله يبيض وجهه ناصر الآن استاهل. صار جزء من الترفيه. أبو نايف لعب مع الجيل السابق والجيل الحالي، شعراء شباب من الجيل الحالي، تتوقع أنه يوصل مواصيل فطاحلة الشعر في المحاورة؟ موجودين ورشت إن شاء الله عنهم على نفس الخطأ. في أسماء من الشعراء الشباب في ساحة المحاورة الآن، أقول لك أنه يراهن عليهم الشاعر ويراهن على الجمهور وهم قدرها إن شاء الله. مثل أولهم أبو شامخ. يستاهل والله أبو شامخ يستاهل. هي مجاملة، لكن محمد أنا من الأسماء اللي راهنت ولا زلت راهن. يستاهل أبو شامخ. وبراهن عليه في ساحة المحاورة، وهو ما عاد يحتاج مني شهادة، ولكن هذا شيء في الخاطر ويستاهل. يستاهل يستاهل. أبو شامخ من الشعراء من النجوم الشباب. قلتوا أنت من الأساتذة اللي تعلمنا منهم ولا زلنا نتعلم منهم كثير. تستاهل يا أبو شامخ. علي البقيلي يستاهل. بدر العضيلة يستاهل. حمد الشاطري. معتق العياضي أراهن عليه بقوة أنا. يستاهل يستاهل. ولا يهنون زملاء. في أسماء كثيرة، يعني لو بعد بعدلك إلى أكثر من 8 أسماء. شاعر تمنيت أنك تلعب معه؟ الشاعر اللي أنا تمنيت ألعب معه وأنا كنت يعني في بداية دخولي في شعر المحاورة هو الشاعر مطلقة بيت الله يرحمه. الله يرحمه رحمة واسعة. دكتور الشعر ودكتور العلم. بما أن أبو نايف نجم في شعر المحاورة وشعر النظم، بعيدا عن القلطة شوي، شاعر يحب يسمع له أبو نايف في النظم؟ شعراء بعضهم يمكن يحضرني الأسماء وبعضهم يمكن لي. لكن نبيك تسمينا من أجمل الأسماء اللي أنا أسمع لها في ساحة سعد الرشيد الله يرحمه. الله يرحمه. نايف صقر يستاهل. خلف الخس يستاهل. زويبن الله يرحمه. ومجموعة كبيرة من عمالقة الشعر المغربي. طيب يا أبو نايف، خلنا بنطلع شوي عن المسار. أنت شو رأيك في الرجال اللي يسرق موالاتك ومحاوراتك؟ كلام غازي على مثمه. الرجال هذا لعبت معه في داماك وسرق موالك، يقول يا صغير بلاش الغطر الصيا صغير. انا اللي مسويه والحلب اللي ابو نايف انك انقذتني من بير، عطاني خروف لبان وعطيته واحده ماشي 2000. يا غازي ماني بطلب انك تجيبهم في الزواج الاثنين يتراشقون قدام الجمهور. الظاهر اني بير شكرا. ولا جاء مخلي يعطيني على راسي اجيب له 2000. طيب طيب جيب لي حبيب العاسمي كمان مش الزلام. الله يرحم رشيد. استغفر الله. المفروض قاضي هذه سرقه واحتيال. ها يا ابو نايف ايش رايك؟ تقول
اللي تعجبكم العجبان هم يطلقون يحتمد بيكم انا طيب تراك مباح بيض الله وجهك وابد بيض الله وجهك عبد باللي يسرق لك العلم الغانم كله زين يا غازي الموال اللي يقوله ابو خطيب الحين خش تويتر والله ان فوق 1000 حساب منزل حق ابو نايف زياده من الجماهير عشان نسلم حق الاتحاد والنادي صغير راشد كل الحسابات منزلها طيب انت الحين لو جبنا لك ابو نايف وابو شامخ في محاور في عرسك اي تكفى خلي موجود بيحطون المعنى فيك انا اروح مع عروسه اليوم على كيف خلهم يسبوني ليش بعضهم معجومين انبسطنا معك يا ابو نايف يشهد الله على محبه هالقبيله لاني الرجال ذاك انا احبه بالحيل وغالي علي بالحيل الله يسعدك يا ابو نايف ابو شامخ الفتره الاخيره نشوف ثنائيه خطيره مع ابو نايف وش سر هالثنائيه ترى انا قد قفلت المقابله بس الناس اشغلوني على هالسؤال والله اني ابغى اعرفك كمرعيه حصل على مقابله والله شوف الثنائيه برغبه هطله من الجمهور وابو نايف من الشعراء اللي اذا قابلتهم تنقل ان تحاور معهم واعتز وافتخر باللعبه ابو نايف ومع الشعراء اللي مثلونها يعني زملائنا يستاهل سابقيننا ولهم خبره ولهم باع طويل فن المحاورة وحنا نمشي على خطاهم هذا بتوفيق الله طلب الجمهور ورغبة ونعم فابو نايف ولا عليكم زود جميعا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 هلا يا مرحبا بالشاعر اللي صار الأجيال يعد اسمه لي عد وشواعير السعودية يعد اسمه لي عد وشواعير السعودية قلبك يا اللي ترحب والعلوم جزالة عزيز لك مقام وشهرتك ما هي طبيعية عزيز لك مقام وشهرتك ما هي طبيعية لا وان تركي دخل سنابشات وجر له موالة يا بايثر على كل الحسابات السنة الله الله ما نلقى بعدكم في سناب الله